السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى نلقاكم في احسن الاحوال وفي صحه جيده. مرحبا بكم اليوم معايا في فيديو جديد على القناه، روتين جديد بديتو لكم هنايا من الصباح. تنوريكم بريري اتاي معمره بالنعناع، وهنايا عندي مخمارات، يعني كنت عجنه ليله قبل وحيدت من العجينه، يعني حيت من العجينه قلت بلا ما ندير عجينه البطبط بوحده. وهنايا حطيت يعني تبصلات، فاش غادي نحط داكشي اللي قسم الله. غادي نبدا بالزيتون. انا في الحقيقه تعجبني الزيتون في الصباح، يعني الزيتون مع زويته بلديه واتاي، يا سلام. المهم غادي نحط داكشي اللي قسم الله، زيتون، فرماج، وشويه زفوف والزيت البلديه، صافي، والكوفيتير، هادشي اللي كاين. صافي غادي نحط فريميجات. في الحقيقه فرماج تناكلو انا الاغلبيه، انايا يعني اللي ضروري وباين اللي تناكلوه، كريم مره وبراء بالمره، ما تياكلوش هو، ما عندوش ما يعجبوش. صافي هذا مكان، يعني كاي نهار. انا البنات الزيت البلديه دايره في قرعه كيما شفتوا ديك الخطره وريتكم، يعني كريم جابها في دوك الصنادق، تيديروهم ما تيديروهاش في البلاستيك. وهنايا تنخوي شويه بشويه، يعني خويت فادي ديال الليتر ديال الزاج اللي كانت عندي، الاخرى اللي كنطيب منها غسلتها وعمرتها بهادي ديال الماكله، وراه كاتبه فيها كيما شفتوا يعني تاع الماكله. هاد الزيت راه تاع هاد العام، يعني زوينه. صافي يعني زويته بلديه ضروري حنايا، عزيز علينا. قولي شكون اللي ما عزيزش عليه زيت البلديه؟ راه كلشي كلشي عزيز عليه. صافي حطيت هنايا شويه البسكوطو للدراري، واخا اصلا هذا فيه يعني زميتو المذاق ديال الاخر ديال اللوز، ما عجبهمش بزاف، يعني عجبو مع المره الاولى منين حليته اليوم، من بعد ما بقاوش ياكلو. هنا هذا الكوفيتير هذا، يعني كنت شاركته معكم في لاسبيزا، ما فيش السكريات، يعني فيه السكر يعني طبيعي ديالو، مطيبينو بالحلاوه ديالو. صافي هنا ديك الكالكول اللي كتشوفوا معايا، راه باين اللي حطيتها ليا تما، جالسه تتحسب، حاطه ليا ما عرف شحال من رقم درت فيها. صافي هذا مكان، هذا هو الفطور تاعنا. غادي نسخن دوك المخيمرات ونحطو الفطور. البنات في العشيه غادي ندوز نشارك معكم واحد الماسك خطير البنات، خصوصا في هذا البرد، يعني ماسك رائع جدا للبشره، يعني ما تتبقاش بشره جافه.
قلت لكم يعني راه تيخلي البشره تتكون رطبه وما تتبقاش جافه. هنا عندي الحمص مرطب، راني مرطبه 3 ايام يعني حتى ترطب مزيان وتلقى داك النشا ديالو، مخليه في الثلاجه بطبيعه الحال باش ما تيخنسش لينا، واخا برد الحال ولكن من الاحسن ديرو في الثلاجه. غادي نطحنو بالماء ديالو، واصلا الحمص قبل ما ترطبو تنطيب الماء طايب وتنغسلو بالماء طايب باش تحيدو كاع داك الدواء ديالو، الا كان دايرين ليه ضروري تيديروا ليه الدواء يعني تيتحيد منه كاع داك الشيء. ومن بعد كنرطبو في الماء جديد، يعني الماء عادي جديد في الاول، يعني حتى الا بغينا نطيبوه الماكله الحريره ولا يعني الكرعين خاصنا ضروري نغسلو بالماء طايب. صافي هنا رجعته في داك الاناء اللي غادي نخليه فيه، وغادي نهز منه شويه، وغادي يبقى الاخر يعني نبقى نهز منه وندير، يعني ما غاديش ندير هذه الكميه كامله في مره واحده، وانما غادي نطحنه ونخليه في الثلاجه ثاني ونبقى نهز هكايا. هانتوما كما تشوفوا يعني هذا هو الماسك. هنايا عندي واحد يعني معلقه صغيره، غادي نهز القياس بعدا ديال الحمص اللي بغيت ندير، تقريبا معلقه وشويه. هنايا عندي واحد معلقه صغيره ديال الشوفان او الخرطال، راه كلشي تيعرفو طحنتهم، يعني راني طحنه وتندير بيه لي ماسك. ما طحناش كميه كبيره من طبيعه الحال، اي حاجه بغينا نديرو ما تنطحنوش الكميه كبيره، تنطحنوا داكشي اللي غنديرو مثلا في 3 ايام 4 ايام كاع الى تجهدات 5 ايام. هنا عندي نشا شويه اللي بقى عندي هنايا، غادي نخوي كامل، يعني بقى تدي شي معلقه كبيره تكون، غادي نخويها كامله باش نحيدها ليا يعني تم الطريق، ما يبقاش داك شويه قاسي شد البلاصه. صافي انا اصلا يعني قبل ما ندير معكم هذا الماسك كنت دايره غوماج ديال القهوه والعسل، يعني زوين بزاف تيحيد كاع الشوائب وتيحيد ديك الجلده الزائده من الوجه، كنت دايره حتى ليدي، يعني اي ماسك انا تنديرو في وجهي داكشي اللي بقى تلبقو ليدي. تاليدين راه هما اللي خاصنا نطلعو فيهم لانهم تياكلوا العصب بالشقا وجافيل، وخصوصا بحالي انايا اللي ما كتستعملش الليكات، يعني ما تنحملش نستعملهم ما ترتاحش فيهم، يعني ضروري اللي تتاكل العصب بلي برودوي كايا وجافيل. صافي هنا يخلط الماسك ديالي، غادي ندوز نمشي للدوش نلبقو ولا نطبقو، المهم بحال هنايا راني قلت لكم كنت دايره غوماج، وباين كنت داخله معايا حتى هي، قالت لك تتهز منين هزيت يعني بيجاما، قالت لك تايبغى تهز بغات دير. صافي غادي نلبقو على وجهي وغادي نخليه تينشف، ولكن ما ينشفش بزاف، راه منين غادي ندير غادي نوريكم، يعني ما تينشفش حتى تيبدا يتفرتت لينا. صافي تينشف تنحسو بالوجه، صافي راه تنقيسو بحال هكا تنلقاوه ناشف، تنوضو نغسلوه. وشوفوا الطريقه اللي كندير، يعني تنديرو تندور بحركه دائريه باش الماسك تيدخل لينا والبشره كتستافد من الماسك. وبالنسبه يعني ديروه حتى لعنقكم ضروري، انا اي ماسك تنديرو لعنقي، ولكن هنايا ما بغيتش ندير، يعني كان عليا خاصني نديرو ونعاود نغسل، يعني واحد بقيت بيه شويه وغسلته. هنايا درت تاليدي وجربوه البنات، والله الا رائع، يعني زوين بزاف وغادي تشكروني، تيخلي البشره رطبه ونقيه وتتبان تيبان فيها واحد اللمعان ما نقولش لكم. المهم تجربوه وغادي تشوفوا. صافي غادي نمشي نخليه ينشف ونرجع، ها هو منين ينشف راني رجعت معكم تنوري لكم، يعني ماشي ينشف عاوتاني بدا تيتفرتت وانما ناشف، تنحسب الماسكارا ناشف. غادي نغسلو،
هنا بالنسبه للبنات هذا ما ورد، يعني تنوريه بالنسبه للبنات اللي هنا اللي في ايطاليا في قلبوا على ما ورد. هذا زوين في الحقيقه، يعني تقاد لي داك اللي جبت من المغرب وخديت هذا وزوين عجبني بزاف. صافي غادي ناخذ واحد سميتو ديال القطن وغادي نمسح به وجهي. في الحقيقه تيحيد اي حاجه وتيحيد اي شوائب بقات. انا دابا نوريكم يعني داكشي اللي تحيد، واخا راني كنت غاسله يعني بالكوماج اللي كنت داير قبل الماسك كنت غاسله، ولكن ما مسحتش بالماورد. من بعد منين مسحت بهذا يعني شحال سميتو ديال القهوه بقات لي في وجهي. دابا تشوفوه غادي نوري لكم. صافي غادي نمسح بالماورد، وماورد في الحقيقه رائع للبشره، يعني تنصحكم تبقاو تستعملوه. مزيان بزاف البشره، يعني تنقيها تيسد المسام تيعطي واحد النضاره رائعه. يعني هادشي راه كلشي عارفو، كاين اللي عارف وما كيديرش، يعني تيعكز خصوصا في هاد البرد، ولكن بالعكس يعني البشره محتاجهنا في البرد اكثر، يعني تهلاو فيها. صافي شوفوا هذا الشيفان ديال القهوه، راني كنت غاسله زعما وجهي مزيان، ولكن شوف هنايا غادي ندهن بهادي ديال غارنييه. جاب لي كريم من لقاش انا ما كنخرجش دابا، وتا دوك اللي كنتقدم من عندهم سميتو الكريمات يعني محاشوش غادي يكونوا حالين. هنا راه كلشي سد. صافي دي جاب لي عم من لاكوب، ومن لاكوب الصغير ماشي حتى الكبير، ولكن زوينه في الحقيقه، فيها 48 ساعه يعني تنديرها بالنهار وبالليل، يعني كريم مرطب وصافي، ماشي شي حاجه كترطب لك البشره ديالك وصافي. صافي هنايا شوفوا يعني وجهي ولات فيه واحد النضاره رائعه، ولا رطاب تنحس به رطيب، وكاع ديك الجلده الميته تحيدات. صافي هذا مكان، نتمنى تجربوا الماسك وتردوا عليا. وهنا غندوزوا للعشيوه، يعني كريم كان مشى داك النهار، مشى هذا النهار نيت مشى للجزائر وجاب لي الكفته، وفي الحقيقه عندي الكفته ولكن صفطون على الشيبه، قال لي واش انا غادي نمشي على قبل الشيبه، خاصني ضروري نتقدى شي حاجه. وهنا غادي صايبالينا هو، عندي التحميره الملحه، عندي الكمون وشويه الزعتر، وندير مع داك شويه الصوصيص اللي جاب. والكفته قسمت على ثلاثه، يعني كيلو وقال اللي جاب ولا كيلو شي حاجه قسمت على ثلاثه، يعني ما غاديش نديرها كامله. وصافي هنا دار شويه ديال، قلت لكم هنا دار شويه صلصه ديال البومودورو، وقطع عليها الربيع والبصله والثومه. وهنا تيقطع مطيشه، غادي نشويو مع مطيشه. صافي قطع مطيشه دواور، وهذه يدير عليها الزيت البلديه، يعني كيما شفتوا الشرموله فيها المعدنوس والثومه، قلت لكم البصله مقطعه رقيقه، ودار عليها ديك العطريه خلطها مع بعضياتها ودارها. صافي غادي يعني يحركها بيدي، يخلطها بيدي حتى تدخل في هذيك الشرموله ويدخلوا فيها كاع داك العناصر، غادي يخليها باش ترتاح وتدخل في هذيك الشرموله. انتوما تيديرها مزيان بصبعانو باش تدخل فيها داك العطريه وداك القزبور مع المعدنوس، معدنوس قزبور معدنوس والبصله والثومه. وديك مطيشه حتى هي غادي يتبلها شويه شويه باش ما تبقاش لينا باسله، دار عليها مليحه وديك العطريه اللي عنده، ويدير عليها حتى شي شويه ديال الربيع وبصيله. المهم داكشي اللي دار في الكفته غيديرو في مطيشه. صافي غادي عليها شويه زيت البلديه باش ما تجيش ناشفه. صافي غادي يحيد ديك مطيشه طرفه باش يدير الصوصيص حتى هو. كما كتعرفوا يعني الصوصيص ولا الصوصيط كل واحد واش تيقول لي، تيكون متبل هو، يزيد عليها شي شويه ديال الكمون من الفوق، تيكونوا متبلين وهما دايرين في العطريه لداخل. وفي الحقيقه هو كاع يعني ما تيحملش يجيبو، ما عندوش معاه،
تيقول لك ما عرفتش واش غيكونوا طاحنين فيه، ولكن انا عزيز عليا الدراري حتى هما، خصوصا بيان انا بدات تيعجبني. صافي غيدير عليها شويه الكمون، صافي غادي يخلطو حتى هو ويخليهم يرتاحوا شي شويه، يعني ما غاديش يديرهم يعني اي حاجه تتبغي الوقت باش اي حاجه فيها الشرموله تتبغي الوقت باش تخلي هذيك الشرموله. هنا غادي يطرفهم غادي يغطيهم، ومن بعد غادي يرجع ليهم يستفهم فوق شويه. هنا راك استفهم فوق شويه شويه فوق شويه، راك يدير الكفته تصايبه كدا يديرها على شكل صبيعات. نتوما بغيتو ديروهم يعني على شكل دائري ديروهم. صافي غيبقى غادي حتى يكمل داكشي ديك الكميه اللي عنده. صافي البنات من بعد ما وجد شويه يعني صافي راه واجده. هنا غيدير لينا واحد سميوه كيما بغيتو، زعلوك ولا تكتوك ديال القرعه، المهم زعلوك ديال القرعه نقدر نقولوا لي زعلوك ديال القرعه. قطع بصله رقيقه وقطع الربيع وعندو ثومه وعندو القرعه قطعها على شكل طولي كيما كتشوفوا معايا. هنا دار عليها شويه ديال ديك الهريسه اللي عندي مخلطه مع الثومه، ماشي الهريسه السودانيه. صافي ودار البصله هي الاولى حتى هبطات، عاد باش دار عليها القرعه. صافي ودار عليها ديك شويه العطريه ديال الحوت، في الحقيقه عطاتها واحد المذاق رائع. دار الملحه، هنا دار البازيليكو ديك سميتو الحبق وتيحرك فيها هنايا. الحقيقه جات واعره البنات والله الا زعما نقول لكم تجربوها. انا ما عمرها ما طاحت لي يعني القرعه، تندير بها زعلوك ديال القرعه كلشي تيعرفوا داك زعلوك بحال شكل ديال زعلوك تنديروا بالقرعه. وهذه بطريقته يعني جات رائعه. صافي هنايا راه تتشحر مع راسها، يعني حتى تتشحر عاد باش غادي يغطي، ما غادي ما غاديش يغطي هذيك الساعات. هنا البنات راه تيحرك فيها تيعاود يحرك فيها تيحركها مزيان باش كاع داكشي اللي كيتحمر لتحت يطلع الفوق.
تجي رائعة، جربوها وردوا عليا. صافي يعني غادي يغطي عليها وخليها طيب ونتلقى من غادي توجد. سهلة مهلة ولكن جد زوينة بزاف. هنا غطاها صافي، غير خليها طيب ما طيبش عاوتاني بزاف. ها هي يعني منين وجدت راه فرش الخص هنايا وستفها يعني في الوسط، ودار مع نسيت ما قلتش لكم دار مع الزيتون في الاخر يعني قبل ما يطفي عليها دار الزيتون وطفي عليها. ديك الساعه ما كنتش انايا باش نصور. صافي نتي ستف داك الصوصيط ديالو ديالو ولا ديالنا تيست فوق ومطيشة من الجناب، وهاديك التكتوكة ديال القرعة في الوسط، والكفتة حتى هي يديرها فنديرو تبصيل واحد يعني بلا ما نقويو علينا قوة الماء. البنات العشاء ديالنا من بعد ما وجدت تيجي على الشكل يعني كريم ستفوف في الطبصيل. صافي هذه هي العشيوه سهله مهله، دغيا كتوجد يعني دغيا وجدها. والقرعه كما كتشوفوا يعني ما طايباش بزاف ما تيخلاش شهره. وبصحتكم وراحتكم وبسلامه عليكم، فيديو جديد ان شاء الله.